السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتغيرات اللي بيتم تعريفها في الدوال بتميل إلى إن هي يتم تخزينها بطريقة أوتوماتيكية. في نوعين من التخزين عندنا في السي يو سي بلس بلس، الطريقة الأوتوماتيكية والطريقة طريقة الاستاتيك. هنروح مع بعض ناخد الفانك دوت سي بلس بلس ده كوبي، وبعدين نروح نعمله بيست في البروجكت بتاعنا ونروح نفتحه. احنا هنا في الفويد اللي هي فانك ديت هنعرف متغير من النوع انت، هنقول له يساوي 5 مثلا. بعد كده هنبتدي ان احنا نطبعه، هنقول له i equals وبعدين percent d، وبعدين هنروح هنا نعمل كوما ونقول له i. بعد كده هنقول له i plus plus، قصدي i plus plus يعني احنا بنزوده. هنروح ناخد السطر رقم 8 ده ونكرره 5 مرات ولا حاجة، تمام. وبعدين هنسيف ونيجي نعمل run. هنلاحظ لما نعمل run للابليكيشن بتاعنا الاتي، هنلاحظ انه لو طلعنا فوق كده this is func i يساوي 5، this func i يساوي 5، مع ان انا بزود قيمة ال i هنا كل مرة انا بخلصها. ده لان ال i ده هو الديفولت بتاعه، لانه variable جوه function، فالديفولت بتاعه انه بيتخزن اوتوماتيك، وال variable اللي متخزن اوتوماتيك بيبقى متخزن على الستاك، تمام، في المنطقة المتطايرة جدا من الرامة، وبيتم حذفه تماما من الرامة مع الوصول للكيرلي بريس ده، مع الوصول لنهاية الفانكشن، وبالتالي مش هتقدر تستخدمه بعد كده. طب لو انت عايز تستخدم تعمل variable يفضل معاك دايما وتقدر انت تستخدمه، ولو انت عايز تعد او حاجة زي كده، مثلا تعمل عداد او حاجة زي كده، لو انت عايز تعمل حاجة زي كده مش هتعمل اكتر من ان انت تكتب كلمة الستاتيك كيورد قبل الانت وبعدين تسيف وتيجي تعمل run. هتلاحظ على طول انه اشتغل معاك من غير اي مشاكل، وهتلاقيه عدد لك من اول الخمسة لحد العشرة زي ما احنا متوقعين، 5 6 7 8 9 10. بكده يبقى عرفنا الاستاتيك فاريبلز والاوتوماتيك فاريبلز. نروح نقفل مع بعض الملف ونروح نحذفه ونروح نعمل كلين البروجكت بتاعنا. واشوفكم بقى المرة الجاية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.